بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح الفصل الخامس، وهذا الفصل يختلف عن الفصول الأربعة، حيث أننا سنتطرق إلى الاستعلام عن البيانات من أكثر من جدول. بالنسبة للفصول الأربعة السابقة، كنا نستعلم عن البيانات من جدول واحد فقط، وتعرفنا في الفصل الرابع على الدوال المستخدمة التي نستخدمها للجروب فانكشن والهافينج بشكل مفصل. نبدأ على بركة الله. من أهم أهداف هذا الفصل فهم كيفية عرض البيانات من أكثر من جدول، اثنين ثلاثة أربعة، ومفهوم ربط الجداول، معرفة أنواع المختلفة للربط، معرفة واستخدام الربط بالتساوي بين جدولين، وهكذا. عرض البيانات من أكثر من جدول، بداية يجب أن يكون عند الجدولين المراد جلب البيانات منهما أنه يكون الجدولين بينهم علاقة. العلاقة اللي موجودة اللي هي علاقة برايمري كي وفورين كي. على سبيل المثال، لو لدينا جدولين، جدول للإمبلويز الموظفين وجدول الديبارتمنت، جدول الدوائر، وأردنا استخراج تقرير بحيث أن نخرج كل موظف، رقم الموظف واسم الموظف، هنا في جدول الموظفين لدينا ديبارتمنت اي دي اللي هو عباره عن فورين كي من جدول الديبارتمنت، وهنا الديبارتمنت اي دي عباره عن برايمري كي في جدول الديبارتمنت. لو اردنا اخراج تقرير بالشكل هذا، يعني عندنا اللي هو رقم الموظف، رقم الدائره، اسم الدائره. اسم الدائره بالمنطق او بالمنظور البشري، انت بتروح بتجيب رقم 90، تبحث عن 90 بتلاقي اقبالها اكزكيوتيف. رقم 20 تبحث عنها بتلاقيها ماركتنج، يعني هذا مفروض رقم 100 يشتغل ب90، يشتغل بالاكسكيوتيف التنفيذيه، ورقم 20 في يشتغل في الماركتنج، فهذه المفروض تبقى جنبه. طبعا كيف تمت العمليه؟ تمت عن طريق حاجه بسموها كارتيزيان برودكت، لكن احنا بنقول عندنا في حاجه اسمها فورين كي وبرايمري كي، تمام. هذه اهم حاجه انه احنا نعرفها. كيف بتربطن الجداول مع بعض؟ عدة أنواع للربط. الربط الأولاني بسموه ناتشرال جوين، ناتشرال طبيعي. في الربط بالتساوي بسموه إيكوا جوين، والربط بعدم التساوي نون إيكوا جوين، والربط الخارجي أوتر جوين وإنر جوين. ويتم عمل هذه الأنواع عن طريق جملة الاستعلام سيلكت، وخاصة في جزء الشرط وير. يعني إيه؟ بدنا نحط كلام في الجزء تبع الوير، سيلكت فروم الوير اللي هو الجزء الثالث. الربط الطبيعي معناها انه يعتمد على كل الحقول التي تحمل نفس الاسم في الجدولين. يعني هنا عندي ديبارتمنت اي دي رقم الدائره، جدول الدوائر في عندي ديبارتمنت اي دي، اوتوماتيك لحاله الداتابيز مانجمنت سيستم او الاس كيو ال انجن بيعرف انه في ربط طبيعي بينهم. يحدد الصفوف من الجدولين التي تحتوي على نفس قيم المساواة في جميع الأعمدة المتطابقة. إذا كانت أسماء الحقول متشابهة وأنواع البيانات مختلفة، يرجى الاستعلام خطأ. نرجع لورا شوية على هذول الجدولين. هذا بينهم ربط طبيعي، ليش؟ لأنه عند الديبارتمنت اي دي هنا والديبارتمنت اي دي هنا، واللي جوا نفس نوع البيانات. لكن لو اختلفت نوع البيانات هنا، وكان هذا الداتا تايب تبعه او نوع بياناته كاركتر، فعمليه الربط الناتشورال ما بتزبط ابدا. كيف بنحط الربط الطبيعي؟ بنقول سيلكت ديبارتمنت اي دي، ديبارتمنت نيم، لوكيشن اي دي وسيتي فروم ديبارتمنت ناتشورال جوين اللوكيشن. ايش اللوكيشن هذا؟ اللوكيشن هو عباره عن جدول. نرجع احنا للداتا بيس بتاعتنا، هاي التيبلز اللي بالاتش ار، بتلاحظ عندي جدول اسمه اللوكيشن. طلع ايش موجود فيه؟ لوكيشن اي دي وستريت وبوستال والسيتي المدينه والولايه والدوله. لو احنا رجعنا لجدول الديبارتمنت بتلاقي اللوكيشن اي دي، اذا في علاقه بين اللوكيشن اي لوكيشنز والديبارتمنت، في علاقه انه الموقع الواحد في عده دوائر، علاقه 1 تو ماني، عشان هيك في عندنا فورين كي اسمه لوكيشن اي دي. طب نيجي لمين؟ لفورين كي ثاني الامبليز. لو انت شفت هنا الديبارتمنت اي دي ومين؟ والديبارتمنت اي دي هنا. نروح نعمل ناتشرال جون ونطبقها عملي على جدول اللي هو الديبارتمنت والامبلويز. نمشي على بركه الله على الاس كيو ال.
ديفلوبر، نجي على الورك شيت نكتب سيلكت نجمة فروم from employees from ها employees. قلت له انا natural join join mean depart. لا طلع لحاله ممكن يكمل department بالشكل هذا، وعملت run. ايش بقول لك؟ table or view does not exist employees. هاي الامبلويز وهاي الديبارتمنتس، طلع هنا جاب لك كل الصفوف اللي موجوده في الامبلويز والديبارتمنت. اذا انت صرت تعرف عندك الموظف وين شغال. طب احنا ايش بدنا هنا نجيب؟ بدل ما نجيبهم كلهم بنقول له احنا هنا ضربهم في بعض وجاب لك وين كلهم بتساووا. طلع كيف معايا واحده واحده 90 قلنا الاكزكيوتيف. طب تعال هنا انت روح على الديبارتمنت نيم، طلع قبالها هنا ايش جاب لك؟ اكزكيوتيف. انا ضرب الجدولين طلع الديجري تبع الجدول الجديد هو حاصل جمع على الاعمده في الجدولين. فانت هنا ممكن تكتب هنا فيرست نيم لاست نيم والديبارتمنت نيم. هنا بطلع لك ايه من الافضل الك انت عشان تميز هذه عن، او لو احنا بدنا نجيب ديبارتمنت اي دي طلع كيف هنا. وعملنا ران، فانت الديبارتمنت اي دي هذا مش عارف من مين اجت، من الجدول هذا ولا من الجدول هذا. فانت افضل الك تستخدم حاجه بسموها الالياس للجداول، او كان مفروض احنا نستخدم كده employees dot اسم الجدول واسم العمود employees dot employees او department employees dot. وهنا ايش بدنا نجيب؟ هنا departments dot بالشكل هذا ونعملها run. فبصير انت ايه تعرف كل واحدة من وين جاية. بقول لك qualifier كلهم يوزر كانت هذا كواليفاير كلهم يوزر. طب احنا هنا اختلفت ايش عنده الاسد المسميات، فاحنا كان نرجعها لاصلها لانه الناتشرال جون بقول لك ما تحطش انت الاسماء هذه. تمام، فانت خليك على ما انت اللي هو فيرست نيم ولاست نيم والديبارتمنت اي دي والديبارتمنت نيم بالشكل هذا. انت بترجع ايش كل موظف اسم الدائره ايه بتاعه. تمام، نكمل السلايدز. الرابط بالتساوي هو وين القيم المتساويه هنا بالجدولين نفس الحاجه، ولكن هنا انه انت بدك تسويهم مع بعض عمود اللي هو الجدول المفتاح الاساسي والمفتاح الاجنبي اللي هو الفورين كي والبرايمر كي تسويهم ببعض زي ما هو. هنا قال وين هذا بيساوي هذا؟ الفورين كي اللي هنا في جدول الامبلوي بتساوي البرايمر كي في جدول الديبارتمنت. فهنا ايش بقول لك؟ هاتهم واعمل جوين بس بيوزنج مين؟ الديبارتمنت اي دي. فهو هيربط لك اياهم مع الديبارتمنت اي دي على طول، ما بتختلفش عن الاولانيه. لو عملنا لها كوبي نفس الحاجه هنا، لو انت رحت عملت كوبي لهم سيلكت امبلوي دوت لاست نيم هذا بيطلب منك تبين الديبارتمنت من مين جاي. شايف كيف؟ لحاله طلع لك اياهم. هذا بالنسبه لمين؟ للامبلوي والديبارتمنت تبعته. طبعا احنا لو بدنا نجيب هنا ديبارتمنت لوكيشن بتجيب البيانات اللي انت عاوز تطلعها بالشكل اللي انت عاوزه، يعني انت جبت اللوكيشن اللي هو بيشتغل فيه الموظف. تمام؟ حتى ممكن تجيب اسم الدائره زي ما بدك هنا. هنا قبل انك تستخدم ايش؟ اللي هو البريفكس اسم الجدول دوت ديبارتمنت ايه؟ نيم مثلا. هنا ايش بقول لك؟ فروم بده ايش هنا؟ فاصله. هاي هيك بالشكل هذا صار عندنا ايش؟ ادمنستريشن بيشتغل فيها فلان وفلان وفلان وفلان. وقت ايش بنستخدمها هذه؟ لما بتكون في عندي علاقه اللي هي انا بدي انا اجبر الكومبايلر انه يستخدم حق المعين. تمام؟
فأجبر الكمبارة بنستخدم حقل معين. الطريقة الثالثة إنك تستخدم الأسماء المستعارة، إنك تستخدم بدل ما أنت رحت هنا كتبت الاسم كله، فأنت بتستخدم الالياس هنا. فأنا إيش بقول هنا؟ فرجيك إياها هنا على العملي بتكون أوضح. طلع هنا أنا الإمبلوي سميته إي والديبارتمنت سميته دي. هنا بدل ما أنا أكتب إمبلويز وأغلب حالي بكتب إي دوت، وهذه جاية من إيش؟ من دي. هذه جاية من إيش؟ إي. لحاله بعرف إي يعني إمبلوي ودي يعني ديبارتمنت. تمام؟ هيك أسهل إلك في التعامل. واضح؟ تمام. نيجي نكمل. في عندي حاجة بسموها تستخدم البند أون للربط بين جدولين معينين، وعند استخدام البند أون يجب يعني بيكون الكود أسهل إلك في التعامل. يعني أنت بتجون بدك تعرف هذا من وين وهذا من وين. طبعا هذا في حالة إنه لو أنا كتبت لك هنا طلع on e dot department id يساوي d dot department id، إيش كانت الفرق بينها؟ الفرق اللي عندنا هنا إنه هان لو كانت الأسماء الحقول بتختلف مش مشكلة عندي. إذا أي حقلين بسويهم ببعض. لو كان هذا عندي مثلا اسمها إم أو ديبت آي دي، ديبت آي دي كده هنا موجودة في جدول الإمبلوي وهنا موجودة اسم ثاني، فأنا ممكن أساويهم بشكل خارجي أنا بوضعه من عندي بحيث إنه أنا أضمن إنه هذول الحقلين اللي أنا بدي أساوي فيهم. يعني أنت ممكن تقول ديبارتمنت، طلع حتى ممكن نقول إمبلوي آي دي، بس هو خطأ يعني، لكن أنت ممكن تاخذ أي اسم هنا. هي خطأ هذه لكن معناها صحيح، بيساوي دي دوت ديبارتمنت اي دي. تمام. طبعا مش حيطلع لي شيء، او يمكن يطلع هنا اي دوت جوين ان اي دوت ديبارتمنت، ما فيش عندي حدا بتساوى في الحالتين هذول. تمام. كلهم ايش طلع عندي؟ كلهم امبيجيوتي، بطل يعرف من وين اجيب لهذه اي دوت. تمام. هذا بالنسبه لمين؟ لليوزنج، وهذا بالنسبه للاون. طبعا الاون هي اشهر من اليوزنج بكتير. تمام. وكل واحده لها استخداماتها، فيش واحده افضل من الثانيه. طبعا هنا الرابط الداخلي اون ايش بقول لك؟ انه في نفس الجدول لو كان عندي استعلام، انا الاستعلام بقول لك انا استرجع كل موظف مثلا، يعني كان الاستعلام بالشكل هذا، اكتب استعلام مالنا احنا اللغة الانجليزية وورد. اكتب استعلام لعرض كنترول اي نكبر الخط هنا شويه، اكتب استعلام لعرض اسماء الموظفين واسم المدير لكل موظف. كيف بدنا نكتب الاستعلام هذا؟ طبعا استعلام عرض اسماء الموظفين واسم المدير. لقيت وين البيانات هذه موجوده؟ اسماء الموظفين موجوده في جدول الموظفين، طب اسماء المدراء موجوده في جدول الموظفين، لانه احنا لما شرحنا في النظر قلنا انه ان في علاقه واحد الى 1 اللي هو بين اللي قلنا عنها علاقه الكائن مع نفسه، اللي هي علاقه بالانجليزي قلنا عنها ريكيرسيف، انه بترجع، وعلاقه يونري بحيث انه كل موظف بدير عدة موظفين او يشرف على عدة موظفين. فاسم الموظف المدير هو في الاصل هو موظف، في الاصل هو موظف. نيجي نشوف البيانات اللي موجودة عندنا على ارض الواقع. لو احنا رحنا على جدول الامبلوي، روح لكلمة داتا هنا، فبتلاحظ انه هنا ستيفن كينج
كذا كذا. لو احنا رحنا على 101 في عندي حقل اسمه مانجر اي دي. ايش يعني مانجر اي دي؟ اللي هو مين مديره، ايش بتلاحظ عليه هذا لينا كوشير؟ هذا رقمه 100. طبعا انا ممكن انا اخفيه هذا تمام. رقمه 100، ايش يعني رقمه 100؟ يعني المدير تبعه 100، هذا رقمه 100، هذا 102، 102 مديره، مدير هذا الموظف اللي هو ايش رقمه؟ اللي هو الكسندر مديره 102، اذا ليكس مدير الكسندر، وهكذا حسب البيانات هذه. اذا احنا بدنا نروح نجيب انه نجيب الجدولين جنب بعض ونقارن وين رقم المدير برقم مين؟ الموظف. نروح نكتب الجمله هذه لاستعلام بشكل بسيط، نقول له سلك select employee id فاصلة first name هيك اسمه واللاست نيم، وبدي المانجر id تمام from employees. طيب هل لقيت الامبلويز جون مع مين؟ جون مع نفسه، جون مع امبلويز. طب كيف بدي نخلي طبعا اون في شرط، كيف بدنا نخلي الاس كيو ال يفرق بين امبلويز هذا والامبلويز هذا؟ قلنا بنروح بنسمي هذه اي حسب امبلويز، وهذا بنسمي ام، يعني هذا مانجر. اذا هذا بدك تجيب اي دوت، وهذا ايش؟ اي دوت، وهذا اي تمام، وهذا اي دوت. وممكن احنا نحط كمان نفسهم، نحط له هذا مين مديره بالشكل هذا كنترول سي، ونرجع هنا ونقول هنا ام دوت، وهنا ام دوت. ايش معنى هذا؟ هذا اسم المدير وهذا اسم الموظف بالشكل هذا فروم امبلوي اون ايش؟ اون اي دوت مانجر اي دي بيساوي ام دوت مانجر او امبلوي اي دي تمام. وعملنا ران لهذا. اذا هنا ايش صار عندي؟ ها نيجي لهذا، هذا موظف اسمه كذا، مين مديره؟ هذا مين مديره؟ هذا مين مديره؟ فهذول المدراء هيهم، شايف هذول كلهم؟ المدير هذا، هذا مدير هذول. فبالشكل هذا بيطلع كل موظف ومين ايش؟ المدير تبعه. طبعا احنا ممكن نغير هذا، نسميه هذا ايه؟ هذا از مانجر تمام. وممكن يعني تحط البيانات زي ما انت بدك. فانا عرفت انه هذا هذا اللي اسمه فيرست نيم واللاست نيم، هذا للموظف، وهذا مين؟ اسم مديره، وهي رقم ايه؟ المانجر اي دي تبعه. المانجر هذا 201، رقم مديره 100 تمام. هيك بتكون الامور سهله ان شاء الله تمام. تطبيق اضافيه مع الربط، ممكن احنا نحط اند المانجر بيساوي 100، يعني بس بدي للموظف معين، يعني انا بديش كل الموظفين اللي موجودين عندي، فبقول له انا اون كذا اند الام دوت مانجر اي دي بيساوي مثلا 100، بيطلع لي بس بتوع ايه؟ بتوع 100 تمام؟ هذول الموظفين تبع 100، وهكذا، انه انت ممكن تحدد الشرط اللي انت عاوزه تمام؟ هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة اللي هو الشروط الإضافية اللي بنحطها على اللي هو عملية الربط. طبعا احنا قلنا انه في عندنا تطبيق شروط إضافية مع الربط، انه احنا هنا حددنا انه احنا بدنا يكون المانجر اي دي فقط مثلا 100 او 149، فبجيب البيانات فقط لمين؟ للي انت حددت له. بالنسبه للاون احنا ممكن نربط اكثر من جدول مع بعض، يعني كيف؟ هنا الجدول الاولاني جون الديبارتمنت اون كذا جون لوكيشن، يعني بدنا نجيب كل موظف والمدينه اللي بيشتغل فيها واسم الدائره اللي بيشتغل فيها. لو احنا اخذنا الكود هذا وطبقناه، طبعا انا حاديك طريقه اسهل من هيك. فهذا ايش معنى؟ انه هاد رقم الموظف من جدول الموظفين. السيتي من وين جاي؟ جاي من جدول السيتي، جاي في اللوكيشن. لو رحنا اللوكيشن بتلاقي السيتي،
ده هذا ايه بنقول ال دوت. طبعا هنا الديبارت جاي من دي دوت، طبعا فروم امبلوي اي جوين مع الديبارتمنت دي اون. شرط الجوين بتاعنا لازم يكون في عندنا شرط، لانه لو انا بديش اعمل شرط بصير حاجه بسموها كروس جوين. افرجيك كيف الكروس جوين بنعمل. لو احنا فتحنا كمان كونكشن عليها او عملنا كمان ورك شيت، لو قلنا سيلكت نجمه فروم امبلويز كروس الديبارتمنت كروس جوين ديبارتمنت، شايف كيف؟ هنا لو احنا حطينا كم صف طلع 2000 والاعمده بتجيب اعمده الاثنين مع بعض، لكن البيانات بتبقى مخربطه لانه ضربهم كلهم مع بعض، كل صف من هنا بضربه بكل الصفوف اللي موجوده بجدول الديبارتمنت. هنا عشان نقلل الكروس جوين رحنا استخدمنا الشرط ايش؟ اون. طبعا كل هذا بيطلع جدول جديد بنعمله برضه جوين مع اللوكيشن، بشرط انه اللوكيشن اللي موجود في اللوكيشن اللوكيشن اي دي اللي موجود في اللوكيشن يساوي اللوكيشن اي دي اللي موجود في الديبارتمنت. تمام، هيك بطلع لي كل البيانات اللي موجوده هنا. طلع كل موظف بيشتغل في مدينه، مثلا الموظف رقم 100 بيشتغل في سياتل في الاداره. طبعا هنا ممكن احنا نجيب بيانات ثانيه، نقول له فيرست نيم فاصله بالشكل هذا اسمه الاولاني، هو فيرست نيم على طول عرفه هنا. ممكن انت عشان تحدد تقول له اي دوت فيرست نيم. ليش بنحط اي؟ اذا كان الحق هذا موجود في اكثر من جدول بنفس الاسم، لكن هنا ضمنيا هو عارف انه هذا موجود في الجدول الاول. تمام، ملخص الوحده بعد الانتهاء من هذا الدرس يجب ان تكون قادرا على معرفه انواع الربط، معرفه الفرق بين انواع الربط وكيفيه استخدام كل واحد منهما. طبعا اكمل لبعض النقاط للطلبه اللي هو تبعون البكالوريوس. في عندنا انواع ثانيه للربط، نشوف هنا الانواع اللي موجوده. في عندي انر جوين. انر جوين عندي بيكون تو تيبلز اللي هو الانترسكت ما بينهم، اللي هو البيانات هذه اللي موجوده بين التنين. الفول جوين انه بجيب البيانات هنا والبيانات هنا، هي زي الكروس جوين بالضبط، انه بجيب كل العلاقات، انه هذا مضروب في كل هذا، يعني الواحد مع الواحد والتنين والثلاثه، والاثنين مع هذولا والثلاثة مع هذولا. لكن عشان نحن نخلص من الكروس جون بنحط شرط الاون في الجون بتاعتنا. تمام، في الليفت جون. الليفت جون بجيب اللي موجود في جدول الامبلوي واللي مش موجود في جدول الديبارتمنت. زي كيف يعني الليفت جون؟ انه الموظفين اللي عندي اللي بيشتغلوا في دوائر. الرايت جون الموظفين اللي عندي اللي ما لهمش دوائر، او الدوائر اللي عندي اللي ما فيش فيها موظفين. هذه سيلف جوين اللي هي اللي عباره عن المانجر نفس التيبل، زي ما جبنا كل موظف ومديره. تمام، هذه بالنسبه لمين؟ للكلام اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا الطريقه الاسهل من الكلام هذا احنا ممكن نستخدم الكروس جوين على طول. طلع معايا سيلكت، بدنا نجيب كل موظف واسم الدائرة تبعته بطريقة أسهل وأرتب. سلك الفيرست نيم فاصلة اللاست نيم الديبارتمنت أندرسكور نيم. من وين؟ فروم. هذا من وين بنجيبه؟ من جدول الإمبلويز. وهذا من وين بنجيبه؟ إمبلويز موجود. هذا من وين بنجيبه؟ من جدول الديبارتمنت، بحط فاصلة ديبارتمنت. هنا انا بدي اعمل الشرط بايدي، انا بدي احط الشرط، بقول له وير طلع. هنا بنستخدم الالياس اي عشان ما اعيدش كتابتهم، ودي هذا جاي من اي دوت، وهذا جاي من ايش؟ من اي دوت، وهذا جاي من مين؟ من الدي دوت. تمام، وير ايش الوير الشرط اللي عندنا؟ بنقول له وير اي دوت ديبارتمنت اي دي بتساوي دي دوت ديبارتمنت اي دي. يعني هنا كاني انا استخدمت زي الاون بالشكل هذا، وهيك لو طبقناها ديبارتمنت اي دي فيها خطا،
ايش بقول لك هنا؟ invalid identifier يعني هذا التعريف غلط بالشكل هذا. هذا كل موظف واسم الدائره تبعته. لو انت بدك تجيب اللوكيشن تمام فروم، بنحط هنا فاصل لوكيشنز دي او نسميه ال، وهنا ايش بدنا نجيب؟ فاصله ال دوت سيتي، بدنا نجيب السيتي من ال تمام. اذا ايش بنقول هنا؟ ايه في كمان شرط اند، ايش الاند عندي؟ اللي هو اللوكيشن الموجود، بدك تربط هذول الجدولين مع بعض، فبنقول له دي دوت لوكيشن اي دي بيساوي ال دوت لوكيشن اي دي، وبنحط فاصله منقوطه بالشكل هذا. تيبل اور فيو لوكيشنز هاي بالشكل هذا طبق لنا اياها. هاي كل واحد واسم الدائره واللوكيشن بتاعه. طبعا هنا الان قد ما بدك تعمل علاقات، ما عليك الا تحط اسم الجدول وتحط الشرط اللي بدك اياه تحت، لو شرط اللي بيحدد لك العلاقات، لكن هذه بتاخذ طريقه اطول من الطريقه اللي موجوده عندنا في زمن الاكزكيوشن لسلكت ستيتمنت. هذا والله المستعان، واتمنى لكم التوفيق.